خلنا نروح المرزوق الغانم. أبو علي بدع أيما إبداع في 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 مؤتمر الحوار الوطني، وتكلم بخطاب انتخابي قح. أبو علي مبدع، لاحظوا دائما، ذكرتها سابقا وأكررها، مرزوق الغانم ما يهاجم النواب اللي عليهم إشكالات، ما يهاجم الحكومة، يهاجم دائما الأغلبية. ليش؟ لأن الأغلبية ضد ناصر محمد دائما وأبدا. شو يقول أبو علي؟ أنا بقرأ من خطابه، بقرأ حرفيا من خطابه. يقول أبو علي: كشف نائب مرزوق الغانم أو النائب السابق أن أحد أقطاب الأسرة الحاكمة، لاحظوا، سلم 10 ملايين دينار لوزير سابق، طبعا وصفه أنه فاسد ومنحاش، أبد مو أحمد الفهد، ما يقصد أحمد الفهد أبدا، لتوزيعها بالانتخابات المقبلة. بقرأ لكم الجزء الثاني، بس أولا خلينا نأخذ الجزء الأول اللي يقول أنه واحد من أقطاب الأسرة الحاكمة سلم 10 ملايين دينار لوزير سابق لتوزيعها بالانتخابات المقبلة. أنا بكون شوي أشجع منك، مع أنك دائما أشجع منه يا أبو علي، وبقول أن المقصود فيها أحمد الفهد فاسد ومنحاش، لأن كلمة منحاش طلعتوا أنتوا لزقتوا في أحمد الفهد، فإذا المقصود أحمد الفهد. من هو القطب؟ السؤال الآن، من هو القطب اللي في الأسرة الحاكمة سلم أحمد الفهد 10 ملايين دينار عشان يصرفها في الانتخابات، على اعتبار أن مرزوق الغانم تتم محاربته لمواقفه المعارضة، يبون يسقطونه. مرزوق الغانم واضح أنه معارض. مرزوق الغانم والله كلمة جميلة اللي قالها سعود العصفور، قال يا مرزوق الغانم صلع ويعني فلص وخلص، علي الراشد خلص بقى، كل رجال قط غطرته، قال أنا اسمي علي الراشد وأنا مع ناصر محمد قلبا وقالبا، بكرة وعشية أنت خلصنا، يعني ليه الحين لابس غطرتك؟ قط الغطرة وخلص، فلص وقول أنا ويا ناصر محمد. ليش دائما ليش اللفة هذه كلها؟ الناس كلهم عارفين يا أبو علي. أبو علي أنت تقول واحد من الأقطاب عطى الوزير، الوزير أنا جاوبت عنك وقلتك أنه أحمد الفهد. القطب منه؟ خلنا نمسك أقطاب الأسرة. ناصر محمد لا يمكن يعطي أحمد الفهد 10 ملايين دينار، لأن الخلاف السياسي اللي بينهم، وتعرفون الناس كلهم تعرف النمل في جحورها، تعرف في بيوتها. جابر مبارك الرئيس الحالي أيضا نفس الموضوع، ما في ود بينه وبين أحمد الفهد، ولا هو ولا راح يعطيه. من بقى من أقطاب الأسرة؟ وسعوا المدارك، خلونا نفكر شوي. أنا طرى علي دعيج الخليفة، قلت يمكن دعيج الخليفة، طلع دعيج الخليفة قالوا لي الربع لا مو من الأسرة، مو من أقطاب الأسرة، من الأسرة بس ما هم من الأقطاب. فكرت اسم آخر طرى علي، ذاك اللي يقول يا أرنبت الأرنوبة، صاحب القصيدة الحدائية، يا أرنبت الأرنوبة يا حلوة يا حبوبة، تذكرونه؟ قطيوتي يا قطوتي يا قطوتي، مدري قطيوتي، علي الجابر، يا قطوتي يا قطوتي ويا أرنبت. هذاك أعتقد أنه مشغول بين أرنبته وقطوته، ما 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 عنده 10 ملايين دينار يدفعها لأحمد الفهد. من بقى؟ من بقي من أقطاب الأسرة اللي عطى أحمد الفهد 10 ملايين دينار؟ فكرت، فكروا وياي يمين ويسار، قلبوها، ما أدري. لكن رجعت أنا لتصريح وليد الطبطبائي، الدكتور وليد الطبطبائي، وتكلم كلامه ودفاعه عن ولي العهد، فأنا قعدت أربط الأمور. على أي حال، على أي حال، يبقى الشيخ نواف الأحمد محبوبا من كافة أبناء وبنات الشعب الكويتي، ولا يمكن لكائن من يكون أن يشوه سمعة الشيخ نواف الأحمد على لحساب قطب آخر. اللعبة هذه الوسخة ما هي طيبة، ما هي طيبة أبدا. كلام وليد الطبطبائي واضح، وأنا واحد من الناس آخذه على محمل الجد. السؤال الآخر، 10 ملايين دينار أبو علي، هل هي تنجح وتسقط؟ يعني أنت أبخص، يعني أنت رجال، أقصد أنت أبخص، يعني عندك حملات انتخابية سابقة وجربت، 10 ملايين دينار شو تأثر، شو تسوي؟ أنا أعتقد أن 10 ملايين دينار إذا أعطيناها قناة معينة، أن هالقناة هذه بتبدع، بتهاجم خصومي. أنا لو نازل الانتخابات أبعطي 10 ملايين دينار لواحدة من القنوات، أخليها تعود إلى الحياة من جديد، أرش عليها الماء واسقيها وخليها تضرب، تضرب أحمد السعدون، تضرب عبد الرحمن العنجري، تعزلهم اجتماعيا عن قواعدهم، على اعتبار أنه راحوا مع البدو، ترى هذول ما هم، ترى مخونوا وقطعوا فيكم الحبل وراحوا مع البدو. وهذا الكلام احتمال نلقاه، هذه من ضمن 10 ملايين دينار. يعني أنت أبخص منه، تعرف 10 ملايين كم تسوى في 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 السوق، خصوصا أنه ما باركنا لك بعد، نسينا نبارك لك في المشروع التنموي اللي رسى عليكم،
لتوسعة السجن المركزي 10,900,000 دينار. ألف عافية عليك أبو علي، ونعرف أن يعني جاك وعلى عدم رضا منك، لأن أنت رجل كنت تبي تسوي يمكن مثل الأستاذ جابر تبي تبني خدمة للكويت، لكن 10,900,000 دينار لتوسعة المبنى هذا كرما منك وتعاطفا مع أبناء الشعب الكويتي اللي يتم سجنهم في المستقبل، لكن بإذن الله بإذن الله ما يتم سجنهم بإذن الله، اللي في بالي وبالك ما يتم سجنهم، قول آمين، ويتم سجن كل من يتلاعب وأصحاب الإذاعات وأصحاب التحويلات، هذول اللي إن شاء الله يتم سجنهم. أنا أقترح المؤتمر الحوار الوطني القادم. بالمناسبة أبو علي، أبو علي فكر لي في سالفة أستاذ جابر، هل الموضوع يحتاج إلى أن يعني نتهم أحد في أقطاب من الأسرة متدخلة في حماية أحد من أستاذ جابر، ولا أن تيار سياسي متدخل لحماية أستاذ صاحب مشروع أستاذ جابر؟ فكر لي في هالموضوع.